واحد السلام عليكم البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان ان شاء الله، تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي الجميله، اليوم جيتك بواحد الوصفه اللي هي ما هي ماسك، ما هي ماشي للتجميل ولكن كتخص المراه. هذا كيكمل المراه بجمالها باناقتها بنقاوتها، لان النقاوه ديال المراه هي الجمال ديالها. المرأة واخا تكون آية من الجمال وتكون ما نقياش وتكون تعطي منها روائح كريهة، ولا تكون تتعاني من واحد المرض او لواحد المشكل عند النساء، راه ما كتبقاش، يعني كتولي عندها نقص، فعلا كتولي نقص. اليوم غادي نهضر لكم على نظافة المهبل، يعني النظافه ديال المراه. ملي كنقولوا المهبل ولا الجهاز التناسلي للمراه تنقولوا نظافه المراه. هنا فين كتكون نظافه، خليك من الريحه ديال الابطين، خليك من هذا، ولكن هذاك المكان راه خاص للمراه، هو الاول تعتني به، هو الاول يعني تشوف اطباء، تشوف الا عندها شي مشكل سيلان او رائحه كريهه او هذا، تشوف اطباء، تشوف هذا ماشي مشكل. ولكن سيدتي انا غنعطيك واحد الحل بين يديك، يعني ساهل وجد فعال. سيدتي غزال 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 باعشاب اللي هي طبيعيه، ما تخافيش منها. لدابا غنعطيك عشبه وحده هذه للشرب. هاد العشبه ماشي غير الجهاز يعني التناسلي للمراه، لا سيدتي، هاد العشبه كتبيضك اول شيء. الا عندك كلف او لا نمش او لا، كتبيضك غير بالشرب ديالها. ملي كتشربيها فيها فيتامين سي بعض المرات من الحبه اللي كتباع في الصيدليه، يعني قويه في فيتامين سي ديالها، لذلك كتساعدني على تبييض الجسم، تبييض الوجه، كتعطيني واحد النضاره كل ما شربتها، كل ما عطاتني اكثر واكثر. سيدتي هاد العشبه هادي ما غادي توضي بها، ما غادي ديريها ماسك، ما حتى شي حاجه، غتشربيها سيدتي، غتديري عليها ماء غليان، غتخلي غير تطلع فيها الغليه وطفي، لان الاعشاب ما كخصناش نغليوهم. هذه غير باش تطلق لك المكونات ديالها، غادي تخليها وتخليها حتى تبرد وتبقاي تشربيها، اولا ديريها في الشاي، بقاي تعمري بها الشاي اللي هي الحريقه. حنا تنقولوها حريقه، هذه الملسه، هذه الملسه، ما عرفتش شنو تيقولوا لها الدول الاخرى، انا وريتها لكم باش تعرفوها وتبحثوها، تبحثوا عليها. ها هي حريقه الملسه، كاينه حريقه الحرشه، هذيك الا قصيها كتبقى تاكلك يدك، كتحرقك. كنا كنقولوا ليها حريقه اللي كتحرق، حنا كنا في الصغر كنهزوها ونبقى نقولوا ليها حريقه حرق، يعني وانا بنتك جوجيني والعام الجاي طلقي لي. عقل الدراري الصغار كنا كنلعبوا، حيت حنا عندنا هنا واحد الادغال، عندنا واحد الطبيعه اللي هي غزاله، طبيعه ديال بورغراك. وعندنا دابا مشيت لتما تشمشت واحد شويه، لان الشمس ضروريه ضروريه، وخديت لقيتها نايضه تبارك الله، شوف قداش نايضه، وقطعتها وجبتها، قلت لي مالا ما نديرش معكم فيديو ونوصل لكم الفوائد ديالها. هذه سيدتي غادي تعمري بها الشاي ديالك، اولا غادي ديريها بحال تيزان، غتكبي عليها الماء الغليان، اولا غتطلعي فيها غير الغليه وغتبداي تشربيها. ممكن تشربيها سخونه، ممكن تشربيها بارده، ماشي مشكل، كيف ما درتي ليها. غنيه بفيتامين سي، كتنقي سيدتي المهبل، عرفتي كي كتولي، خصوصا اللي عندها سيلان وعندها رائحه كريهه، كتنقيه المهبل، كتنقي المهبل، كتردك سيدتي عروسه جديده، كتردك نقيه، نقاوتك هكا، ما فيك ريحه، ما فيك سيلان، ما فيك حتى شي حاجه، غير بهذه العشبه سيدتي، غير بهذه العشبه. يعني ربي عطينا الدواء بين يدينا، غير حنا خصنا نبحثو، خصنا نسولو، خصنا نعرفو هاد الفوائد ديال هاد الاعشاب اشنا هي. سيدتي هادي بكثرت داك فيتامين سي القوي اللي فيها، راه كتبيض لك حتى الجسم ديالك، كتبيض لك حتى الوجه ديالك، وكتبيض لك حتى المناطق الانثويه اللي حنا كنهضروا عليها دابا، يعني كتبيض الجسم بالكامل. هاد العشبه ديال الحريقه اللي ما عرفتش شنو سميتها في الدول الخليج، يعني يبحثوا عليها ويعرفوا الاسم ديالها. ها هي
سيدتي غادي تكبي لها امها وتبقاي تشربيها اللي هي غزاله. كاينه عشبه اخرى سيدتي، ولكن العشبه الاخرى ممكن توضي بها اللي هي الشيح. الشيح ممكن توضي بيه، تكبي عليه الماء غليان او تتغليه كاع وتبرديه دافئ وتوضي بيه. هذا إذا كانت فيك روائح كريهه او لا فيك يعني واحد السيلان فيه ريحه خايبه واصفر اللون، وهذا راه سيدتي راه الشيح غادي ينفعك بزاف باش غتوضي به. وهذه غادي تشربيها غتنقيك، غتنقي لك الدس ديالك، نقي لك الدس ديالك من الميكروبات من كل شيء. سيدتي هاد العشبه اللي تنقولوا ليها حنا الحريقه، والشيح كذلك. الشيح راه حتى هو تشربيه كيحيد الديدان اللي عندك في الكرش، كيحيد لك يعني الدراري الصغار اللي فيهم دوك الدويدات، وهذا ما تطبخيش حداهم، خليهم تكونوا في المدرسه طبخيه منين يجيو تخرجي لهم الكاس حتى حدا الباب باش ما يشموش الرائحه ديالته وهو كيطبخ، لان ملي كيشموا ديك الرائحه دوك الديدان كيهربوا، ما كيبقاوش يعني كيعرفوا بالله راه جايهم الدواء ديالهم اللي غادي يقتلهم. من الاحسن في الباب تعطي الدراري الصغار يشربوه. انتي كانوا فيك اولا كان فيك شي حاجه في الامعاء، هذاك الشيح غادي يطبخوا شي حد ويجيبوا لك، ما تشميش سيدتي ما تشميش. وتوضي بيه راه جد رائع. وكذلك ديك الحريقه اللي هي الملسه ماشي الحرشه، اما الا درتي الحرشه راه مشكله، غتولي كتحكي 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 وتقدر دير لك التهاب. سمعوا لي يا سيدتي، راه الملسه ماشي الحرشه باش ما نوقعوا شيء في شي مشكل، حيت انا اصلا ما كنبغيش نعطيكم هذا الشيء ديال الاعشاب وما كنبغيش نتدخل في هذا الشيء ديال هذا. ولكن اليوم مشيت انا والاخت ديالي والوالده ديالتي وقالوا لي عليها بالله راه صالحه بزاف وعطيها للمتتبعات ديالك تنصحيهم بها. قلت لي مالا سيدتي راها غزاله سيدتي هذه الحريقه الملسه، والطريقه ديالتها جد سهله جد سهله. كبي عليها الماء غليان وشربيها باش كاع السيدات ما يكونش عندهم مشكل، لان كيسبب احراج. كنحشم نهضر في هذا الشيء هذا، ولكن ما عندي ما ندير. المهم كيسبب لك احراج سيدتي، يعني واخا تكوني جالسه وسط الناس بعض المرات وهذا، ولكن سيدتي منك غادي تولي تشربي هذا راه غتولي نقيه كتشعلي. النظافه هي المراه، تكون نظيفه من جميع المناطق، كوني نظيفه سيدتي الجميله وكوني جميله. وشعارنا هو سيدتي الجميله، الجمال كله لك سيدتي. ما تنسايش تبارطاجي مع صحاباتك، وما تنسايش تشجعيني، ولا مازال ما شاركتيش في القناه شاركي ديري البصمه. السلام عليكم.